احنا كشباب تعطتنا فرصة لنعبروا عن انشغالات وطموحات وآمال هؤلاء الشباب بكل شفافية بكل صراحة، والسلطات العليا فاتحة الأبواب يعني على مصراعيها للشباب حتى تستمع لانشغالاتهم، حتى تأخذ بعين الاعتبار يعني اقتراحاتهم. حقيقة ما خاطبنا به رئيس الجمهورية أمس كانت رسالة قوية من أجل زادتنا على عاتقنا المسؤولية وإصرار وعزيمة لرفع المشعل، وإن شاء الله نكون خير خلفين لخير سلف. بحد ذاته راهي خطوة مميزة، وهذا ما أشاد به السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أنه إحنا في هذه العهدة راح نمدوا المشعل ونستغنيو على المصطلح تاع المشعل، ولكن راح نمدوا الفرصة الذهبية للشباب. هذا خلوا الشباب يخدم، خلوا الشباب يعرف، خلوا الشباب يتعلم، خلوا الشباب أنه يقدم. يعني الفرصة هذه راح تقدمت للشباب، يعني ذكا الدور راهو جاي للشاب ولا للشابة الجزائرية أنها تبدع، أنها تصنع، أنها تمد. إضافتي كانت لربما دعني أقول لك إضافة متواضعة لحد الآن. بصفتي قانونية يعني قمنا كقانونيين بإضفاء الصيغة القانونية على المقترحات المقدمة، المقترحات والتوصيات والآراء المقدمة من قبلنا كأعضاء في المجلس الأعلى للشباب من أجل حل المسائل المتعلقة بالشباب في مختلف المجالات. ممكن أهم ما راح يميز هذه الجمعية العامة العادية اليوم اللي راح نتحدث على مختلف النشاطات يعني اللي قام بها المجلس هذا السنة، اللي كانت تقريبا مخصصة للشباب انطلاقا من مجموعات شبانية المركزة اللي كانت على مستوى 58 ولاية.